السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفة جديدة على قناتكم عالم كريم البرنوسية. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه واحد الوصفة من الوصفات الطبيعية المجربة مني شخصيا. غادي نحضر معكم وغادي نعطيكم واحد الماسك ديال النيلس الزرقاء الصحراويه. الماسك رائع، غادي يساعدكم في تبييض الوجه والرقابه وازاله التصبغات والكلف واثار الشمس والهالات السوداء والتجاعيد، ويحب الشباب وكيوحد البشره وكيشد البشره من اول استعمال. هذا الماسك اللي هو النيلس الزرقاء الصحراويه كيستحق تجربوه بلا ما نطول عليكم البنات. قبل ما نبداو معكم لاول مره كتشوف القناه ديالي، ما تنساش الضغط على زر الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد في القناة واللايكات. وشكرا البنات على الكومنتيرات الزوينين ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم اللي كتخليولي. ودابا بسم الله على بركة الله غادي نبدا. هاد النيلة الزرقاء البنات زوينة بزاف كما قلتكم، كتحيد الحب الشباب والهالات السوداء والكلف، وكتساعد على هاد النيلة الزرقاء البنات. راه كتبع عند العشاب، هاكا انا شريتها هاكا ودقيتها عطاتني هاد البودرة هاكا، هاد زوينة بزاف. بسم الله غادي نجيب هاد الإناء هذا وغادي ندير فيه معلقة ديال الحمص، بودرة الحمص زوين بزاف. الحمص كيساعدنا في انتفاخ الخدود، زوين بزاف البشره. لا ما عندكمش الحمص البنات يمكن لكم ديروا الروز بودره ولا النشا باش ما كانت تعاودوا، من الاحسن البنات ديروه اما بالنشا ولا الحمص زوين. وكنجيب معلقه ديال دانون السوسه البنات، دانون السوس زوين البشره تا هو مزيان كيساعد لنا نحل جميع انواع البشره. نحرك بعدا هادو كندير الراس ديال معلقه صغيره البنات ديال النيله البنات، وبقى نحرك زوينه بزاف هاد الماسك زوينه للعرايس دابا اللي مقبلين على الزواج يديروا هاد الماسك. هاد الماسك هذا البنات تقدروا تستعملوه ثلاثة المرات في الاسبوع، زوين بزاف وكتخليوها ديروها في وجهكم اللوجة او اي كريم عندكم كيعطي البشرة كتفتحها وكيعطي واحد البياض تبارك الله ما شاء الله. دابا البنات من بعد ما تجانس الخليط ديالنا هكا ها صحيه وكتعطي واحد اللون تبارك الله ابيض للوجه ما شاء الله، كتردو واحد الاشراق واحد اللمعان. غادي نخليوها نطبقوها على وجهنا من نص ساعه حتى 45 دقيقه نخليوها على الوجه، حيت امنه ما فيها حتى شي مواد كيماويه. هاد النيله راه طبيعيه والياغور دانون مسوس ما كيدير حتى شي حاجه، وحمص حتى هو ما فيه حتى مضره للوجه. امين هاد الوصفه نعملوها ثلاثه المرات في الاسبوع قبل ما نغسلو وجهنا بالغسول او الصابون، ومن بعد ديروها على وجهنا ومن بعد نخليوها نص ساعه حتى 45 دقيقه نخليوها على وجهنا ونغسلو وجهنا مزيان نطفوه ونديروا له الماورد ولا اي كريم عندكم نيفيا ولا اي كريم، انا كنعوضها بالماورد ولا نيفيا. الناس هاد النيله هادي اللي بقات لي كنديرها مع صابون البلدي وكنديها للحمام وكنطبقها على الجسم ديالي كامل، كنخليها نخلطها مع صابون البلدي وكندير دهنها للجسم ديالي كامل، كنخليها واحد القسمين ديال المعجنه من بعد كنغسل الجسم ديالي، كتعطي واحد اللمعان واحد الاشراقه للجسم زوينه بزاف هاد النيله. وكاين يمكن لك البنات يمكن لكم ديروها حتى في
مع الزيت البلديه بلا ملح مسوسه او اي زيوت عندكم، وشويه ديال الازير، وديروها في حمام مريم وتشقوا بها شعركم، راه زوينه بزاف لتساقط الشعر والاخر وكتحيد لنا القشره. هذا الماسك هذا زوين كما قلت لكم، كيحيد لنا التجاعيد وحب الشباب والكلف واثار الشمس والى غير ذلك. كيسد لنا كيوحد اللون، كيشد البشره، كيعطي واحد النظره تبارك الله ما شاء الله، واحد اللمعان البشره ديالنا، واحد التبييض تبارك الله غزال غزال بزاف هذا الماسك البنات. وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى الفيديوهات ديالي ووصفاتي يعجبوكم، واللي كتشوف القناه ديالي لاول مره كنقولها مرحبا بكم في القناه ديالنا، ما تنساوش تنضموا الينا، تضغطوا على زر الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد كنحطوه في القناه، وتكونوا من الاوائل اللي كتشوفوا الفيديوهات ديالي والوصفات ديالي. شكرا للبنات على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي وعلى الكومونتيرات. يلا البنات بالسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.